عسلمة عسلمة، اليوم باش نحضر مع بعضنا طحلية باردة وفي دقائق تحضر وسهلة ومكونات متوفرة موجودة في كل بيت كما تشوفوا لهنا. نودكم ومشايكم بالأحرى هي خبزة بسكوي على طريقتي. لهنا إن شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم. بلمسة بسيطة عندي لهنا إتر حليب باش نصبها في الكسرونة، نصفيها أول حاجة باش نضيف عليها نص باكو كريم باتيسير بذوق الكراميل، باش نضيف عليها باكو كريم كراميل كيما تشوفوا هكا، وبالطبيعة باش نضيف عليها مغرفتين نشا والسكر حسب الذوق، ونخليهم يغليو على الغاز حتى لين يطيب الخليط متاعي ويعقد. باش نضيف عليهم نص مغرفة نسكافيه ولا قهوة سريعة الذوبان. وصفة سهلة وبسيطة وكما قلت لكم سريعة، تحضر فيسع فيسع والله العظيم معناتها بنينة على الاخر جيت ما نحكي لكمش. نتمنى تجربوها، هي خبزة البسكوي متاعنا متاع العادة، لكن انا هكا حاولت نغير فيها شوية ولا وعملتها بنقولوا احنا مكونات على ذوقي انا على كيفي انا معناتها. جربوها وما تندموش. هكا هو نقعد نضيف مغرفتين نشا ونحرك توا كل شيء في البارد، ومن بعد كنحطهم على الغاز يغلي وحتى لين يطيب الكريمة متاعي ونرجع. بالطبيعة ما تنسونيش في لايك وفي كومنتير حلو تشجيعاتكم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم. نحبكم تشجعوني برشا لايكات برشا لايكات يا جماعة، فضلا وليس امرا نحطوا اللايك، راهو ما تخسروا شيء كي تحطوا اللايك للفيديو. يعني اللايك يخليني نتشجع ونزيد نهبط لكم وصفات اكثر واكثر، ما فيها بيس معناتها كيما انا نتفاعل مع الناس الكل ونحط اللايك، انتم حطوا لايك. لهنا خذيت البيريكس متاعي وخذيت هذيك البسكوي سيدة متاعي، تنجموا تعملوا اي بسكوي متوفر عندكم، هو الحقيقة تجيب البسكوي سيدة هذي هكا ولا ستار ولا المهم. لهنا غطسته في الحليب البارد البسكوي متاعي هكا وصففته في البيريكس، وباش نصب عليه الكريمة من الفوق، تبقى نصب هي الكمية الكريمة هكا، ومن بعد باش نضيف طبقة بسكوي اخرى من الفوق كما تشوفوا هكا، وحتى نكمل الطبقات الكل. وعندي من ناحية أخرى خليت طبعين شوكولاتة إيذوب على بين مارين باش نعمل بهم قناش وشوكولا كما تشوفوا لهنا. كما قلت لكم طريقة واصلة طريقة سهلة بسيطة وتحلية تحضر في دقائق وماهيش مكلفة في نفس الوقت، وكو من غير تعقيدات نجم نحضروا أبن تحلية. ولهنا باش نزيد نصب كمية الكريمة من الفوق كما تشوفوا هكا، ونخليها تبرد شوية، ومن بعد ندخلها للفريجيدير تزيد تشد روحها بالباهي. كما تعرفوا الدنيا سخونة ولازمنا احنا قلنا تحلية باردة. ولهنا باش نذوب كما قلت لكم حاطة الشوكولاتة متاعي الذوب بدرجة حرارة الغرفة كما تشوفوا لهنا، بعد ما بردت هذه الشوكولاتة ذابت باش نضيف عليها كعب ياغورت دانيت باش نتحصل على قناش وشوكولا. هذه خطوة اختيارية كما قلت لكم، راي خبزة البسكوي هذه عملتها بلمستي انا، لكن جيت في وحة صدقوني ما شاء الله يعني صغار حبوها على الاخ. هكا نضيف كعبة الياغورت شوكولاتة ونحرك القناش متاعي، وبعد ما بردت الكريمة بالطبيعي يلزمها تبرد تشد روحها باش ما تهبطناش القناش يهبطلنا يتخلط مع الكريمة، باش نضيفوها فوق هذيك الكريمة، وكل عاد ندخلوها تبرد شوية يشد روحو القناش. ومن بعد باش نعملها تزيينة خفيفة بشوية كاكاو واي حاجة متوفرة، تنجم تعملو سكر جلاس، تنجم تعملو معناتها شوية فيكيا يعني نقول احنا مكسرات مهروشة تزينو بالمتوفر. انا عملت كاكاو باش معناتها هكا حاجة خفيفة وحاجة سامبل وما فيها حاد شيء، وفي نفس الوقت كما قلت لكم ما كلفناهاش. هاي تحلية ما شاء الله، نودكم ومنشهيكم. نصب هذيك القناش ونحلو بالباهي ونعاود ندخلها الفريجيدير تبرد شوية تشد روحها. كيما تشوفوا هكا نوزع القناش متاعي على طبقة الكريمة من الفوق. نتمنى تجربوا الوصفة، ما تنسونيش في لايك، واللي اول مرة يشوف قناتي نقوله فضلا وليس امرا اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وهذه هكا تحليتنا متاع اليوم على السريع بلمستي الخاصة.
نحاولوا نوزعوا القناش متاعنا على الكريمه الكل وحطيوها. كيما قلت لكم دخلوها للفريجيدير تبرد. وهذه كانت وصفتنا لليوم، سهله وخفيفه ومهيش مكلفه في نفس الوقت. نهدكم وما نشهيكم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. خليكم مع بقيه الفيديو. كما قلت لكم لهنا بعد ما بردت خرجتها توا باش نزينها بشوي، حطيت هذيك وحبيت السوريس والا الكرز من الفوق هكا، وتو باش نزين بشويه كاكاو من الفوق. خطوه اختياريه كما قلت لكم، تنجموا باي تزينوا باي حاجه متوفره. الحقيقه انا لهنا كعتها قوه بنين الكاكاو ومنظر حلو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم. مره اخرى نعاود لكم وفي فيديو، خليكم مع بقيه الفيديو في فيديو قادم. وبالسلامه.